واحد بيقول من كتاب كلمة من صعب الثاني العمل 55 العمل الكاف، من هو ملاك كنيسة أفسس الذي قال له الرب أنا عارف أعمالك وتعرف وصبرك وقد احتملت لك صبر وتعبت من أجل اسمي لمتكلم. ملائكة الكنائس السبعة هم رعاة الكنائس السبعة وأساقفتها، فملاك كنيسة أفسس هو أسقف أفسس وغالبا هو القديس تيموثاوس.